خير. بما ان في ناس كتير ما امتحنتش لسه اونلاين ولا مره قبل كده، عايز النهارده اوضح التوتوريال اللي منزله سفارة استراليا على امتحان الكابس. انها طبعا زي ما احنا عارفين ان داخل هيبقى الامتحان كمبيوتر بيست، يعني الامتحان هيبقى كله في الكمبيوتر. فلما بدور على سايت لقيت انهم منزلين توتوريال بنفس طريقة الامتحان أو السيستم اللي هيتعمل بيه الامتحان، بيساعدنا إن احنا نتدرب عليه عشان خاطر ما نروحش متوترين أو مش فاهمين الدنيا تبقى ماشية ازاي. الأول اللينك أنا هحطه على في الديسكريبشن تحت، هنلاقيه على موقع السفارة. أنا فتحت معانا النهاردة، نزلت البيبر وان. بعد ما بنزلها وبفردها بتتحط كده على الديسكتوب، ولما هفتحها هتطلع لي دي، هقول start practice. وبيحمل لسه. اوكي، هنا بيعرفنا، بيقول لك السيستم اسمه كذا اللي احنا هنشتغل بيه. بيقول لك في بداية الامتحان بتاعك هتاخد 10 دقايق في الاول توتوريال زي اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض، بس تعرف بيه الدنيا هتبقى ماشية ازاي في الامتحان. وبعدها هيبقى في ساعتين اللي هي الورقة بتاخد ساعتين كل بيبر منهم. بعد كده بيقول لنا ان احنا عشان ننقل من صفحة لصفحة بنستعمل نيكست تحت. اول حاجة في التوريال بيقول لك علشان تمشي من سؤال للتاني بتستخدم previous او next اللي هما موجودين هنا تحت، دول عشان نعدي بيهم من الصفحة دي للصفحة اللي بعدها. تمام. بيقول لازم تجاوب إجابة في كل صفحة قبل ما تدوس نيكست، ما ينفعش تعمل سكيب للصفحة. طيب دلوقتي لو قابلنا سؤال غلس أو سؤال مش مفهوم أو سؤال بياخد وقت أو كالكيوليشن طويلة حبينا نأجلها للآخر مثلا، هنعمل ايه؟ احنا ممكن نختار اي اختيار وندوس next just عشان خاطر نخش على الاسئلة اللي بعدها، وهنرجع للسؤال ده التاني بعد شوية هنعرف ازاي نرجع له ببساطة. next. بعد كده بيقول لنا ان الامتحان عبارة عن multiple choice، فانا دلوقتي بختار حاجة واحدة بس، بختار ان انا بعمل mark على السيركل اللي جنب الاختيار بتاعي واحد بس. اوكي. بعد كده هنعمل اللي ممكن نغير في اي وقت، طبعا ممكن نرجع للسؤال في اي وقت نعمل له تشينج للإجابة ونعمل نيكست. في اسئلة زي ما حضراتكم عارفين ان هي بتكون فيها patient profile، يعني بيكون معلومات عن البيشنت على جنب هنا، وكذا سؤال ورا بعض مش سؤال واحد، او حتى لو سؤال واحد. السؤال اللي بيبقى بالوضع ده بتكون الصفحة مقسومة نصين، نص فيها السؤال بالشكل ده والنص التاني فيها الاختيارات، او هنا سوري هنا البيشن بروفايل وهنا الاختيارات بتاعت كل سؤال. فهنا حتى لما بتحل سؤال منهم بتخش تلاقي الصفحة دي برضو لسه موجودة وجالك سؤال جديد الناحية دي. تمام. بيقول لك هنا النوت اللي من تحت، لو البيشن بروفايل طويلة قوي ومالية الصفحة ونازلة لتحت، بيقول لك لو هتلاقي سكرول بار اللي هو بيبقى على جنب هنا، بيقول لك انزل لتحت لآخر الصفحة، يعني ما تنساش تنزل تكمل قراية الداتا بتاعت البيشنت قبل ما تقلب. بعد كده بتخلص السؤال وبتدوس نيكست. الحاجة الجديدة برضو هنا في الامتحان ده الكالكيوليتر اونلاين، ما بتستقلش بكالكيوليتر الامتحان. قال لك الكالكوليتر دي هتبقى available في المكان ده، مكان ما انا مشاور بس ده، عشان تدخل، عشان بيقول لك عشان تستعملها بتستعمل الماوس. احنا هنفتحها دلوقتي ونشوف. وبيقول لك لما تخلص فيها تقفلها من علامة الاكس اللي في الكالكوليتر نفسها، بس لو دوست على الاكس الكالكوليشن كلها اللي انت عملتها بتخلص وبتضيع، وبتفتحها مرة كتير بتبقى متصفرة خالص. فاحنا قبل ما ندوس الاكس نتاكد ان احنا نقلنا كل حاجه او عرفنا نحل كل حاجه. هنفتحها ونشوفها. تمام. الكالكوليتر اهي، شبه الكالكوليتر اللي احنا بنشتغل بيها، بنستعمل الارقام بالماوس زي ما هو قال لنا.
وبنستعمل الجمع والطرح زي ما هو زي ما احنا عايزين بالأسهم. انتر دي هي اللي تساوي، عندنا الساين وعندنا الكوزاين زي ما احنا متعودين على الآلات بتاعتنا عادي. كلير هنا بتشيل صف صف، لو عملنا كذا عملية الهندوس كلير هتشيلها، تمام. ده بالنسبة للآلة. بعد ما بنخلص احنا بنعمل لها كلوز وبندوس نكست دلوقتي عشان نكمل بقى الريفيو. الحاجة دي مهمة، بيقول لك select for review، دي علشان لما يبقى سؤال انت مش متأكد ان جبته، او سؤال هتعمل له سكيب علشان ترجع له لما تخلص. ارجع له ازاي بسهولة؟ احنا هنا مدينا اوبشن ان احنا نعمل فلاج، يعني بنحط علامة كده للكويشن ده ان احنا عايزين السؤال الفلاني ده نرجع له تاني. فبيقول لك هنا فيها هتلاقي علامة flag for review، الكلمة دي تبقى موجودة جنب كل سؤال هنا. لو دوست عليها بتحفظ لك ان السؤال ده انت عايز ترجع له تاني، فتيجي في نهاية الامتحان يقول لك عندك الحاجات اللي عايز ترجع لها تاني، انت معلم عليهم كذا وكذا وكذا، فانت تختار وترجع له تاني. بيقول لنا الوقت بتاعنا، الوقت بيبقى موجود فوق على اليمين. الوقت من ساعة ما تبدأ الامتحان زي ما احنا عارفين ان هو ساعتين، بيبدأ يعد كاونت داون طبعا من اول ما بتبدأ الامتحان. هنا في التوتوريال اللي هو نازل بيقول لنا ان هو عمل اكزامينيشن صغير كده حوالي تقريبا 10 نقط عشان يختبرنا ويدربنا على الحاجات اللي احنا قلناها. انا طبعا ولا هقرأ السؤال ولا هجاوب، وانا هختار حاجات بالحظ كده، تمام. زي ما احنا فاكرين قلنا flag for review اهي اللي احنا قلنا عليها بتاعت المراجعة، انا هختار ده مثلا اعمل له flag for review، فلما اكمل اشوف في الاخر هيطلع لي ازاي، وده برضو هعمل له flag for review. وانا بخلص السؤال وبدوس next. هنا patient profile زي ما قال لي كل المعلومات اهي، وبيجي يبدأ يسألني هنا، ده نفس الراجل نفس البيشنت نفس البروفايل بس سؤال مختلف. طبعا ممكن نعمل فلاج فور ريفيو لأي عدد انتوا عايزينه، نفس الراجل برضو نفس البيشنت نفس البروفايل. نهاية البيشنت بروفايل كده كل الأسئلة اللي فاتت كانت السيكونس كانت متصل ببعضه خلص. طبعا عشان ده توتوريال فبيقول لي الإجابات الصح ايه، مش مشكلة. دلوقتي بيقول لي بعد ما بتخلص الامتحان بتاعك بيجي لك الصفحة دي اسمها ريفيو سكرين، هي جاية في الصفحة اللي وراها. بيقول لك الريفيو ده بيكون فيه ليست بالكويشن بتاعتك اللي انت خلصتها completed. طبعا احنا لازم نخلص كل الأسئلة حتى لو مجاوبينها أي كلام علشان خاطر نعرف نعدي على السؤال اللي بعده. بيقول لك طبعا لازم تراجع اللي انت عايز تراجعه أو ما تراجعش براحتك، المهم ان مفيش اكسترا تايم، هو ساعتين بس. بعد كده هي دي هيبقى عندنا في الصفحة دي 4 اوبشن ان احنا نعمل ريفيو لكل الاسئلة، نراجع كل الاسئلة بالترتيب، او نعمل ريفيو الانكمبليت، وده غالبا مش هيبقى حاجة، مش هنلاقي فيه حاجة لان احنا كملنا كل حاجة، انا مشاور بالسهم تحت. او ريفيو الفلاج، دي الحاجات اللي احنا حددنا عليها ان هي عايزة تتراجع. لما ندوس على الكلمة دي اللي هي فلاج دي بتجيب لنا الاسئلة اللي احنا لسه عايزين نتأكد منها، او اند ريفيو لو احنا مش عايزين نراجع حاجة او مش عندنا وقت نراجع حاجة، بندوس اند ريفيو عشان نخلص الامتحان. بيقول لك في الاخر لو دوست اند ريفيو هتخلص الامتحان، بعد ساعتها مش هتقدر ترجع لأي أسئلة تاني، فأنت تأكد قبل ما تدوس end review إن الأسئلة كلها اتحلت واتراجعت أو التمام اللي أنت شاكك فيه. وبيسألك بعد كده عايز تتأكد are you sure، فبتدوس له yes أو no. دي صفحة الريفيو، مش صورة، دي الصفحة نفسها للي احنا لسه حلينه، كام سؤال اللي احنا حليناهم دول. دلوقتي الحاجات اللي انا معلم عليها بفلاج اهو 11 و17 و10 و16، اي علامة الفلاج بيبقى غامق. لو دوست على السؤال نفسه ممكن يدخلني عليه مباشرة اهو، تمام، ده السؤال انا معلم عليه.
وبعد كده تحت هنا هرجع للريفيو سكرين اللي هي فيها كل الأسئلة دي، تمام؟ أو هختار ريفيو أول أو هختار ريفيو الفلاج ده زي ما اتفقنا. طيب لو دوست على ريفيو فلاج ده هيطلعهم لي اللي أنا معلم عليهم بالترتيب، يعني أنا معلم على 10 و11 و17 هاي أو 18، يطلع لي مثلا على الترتيب ده 10 11 17 18. فهنا بيقول لي السؤال ده أهو، وبعد كده أنت بتراجع أو متراجعش أو تغير زي ما أنت حابب. نيكست هيدخلنا على السؤال التاني اللي احنا برضو معلمين عليه، نيكست السؤال اللي احنا معلمين عليه، نيكست وهكذا. رجعنا بعد كده للريفيو بيج لما خلصنا ايه، خلصنا كل الأسئلة اللي احنا معلمين عليها. دلوقتي انا خلاص رحت ورجعت ومش عايز اعمل حاجة تاني. طبعا اللي عنده عايز يراجع كل حاجة هيدوس ريفيو اول، هيجيله من الاول خالص من اول سؤال ويقدر يصلحهم كلهم زي ما هو حابب. طبعا لو عايز ترجع حاجة معينة فيهم ومش معلم عليها ممكن تمشي بسرعة لغاية ما توصل للسؤال اللي انت عاوزه او ترجع، تمام. بعد كده هنروح الريفيو سكرين. احنا دلوقتي كده مخلصين وخلصنا كل حاجة اتحلت وتراجعت، هنعمل اند ريفيو اشور، تمام. طبعا عشان ده توتوريال برضه فطلع لي الغلط من الصح، بس انا ما كنتش بحل كنتش بقرا السؤال. اند ريفيو، تمام. بيقول لك انت مش هتقدر ترجع للامتحان تاني لو دوست اوكي، فهقول له تمام. دلوقتي التوتوريال ده بتاعنا خلص اللي هو من نزل السفارة، هتقول له اند اكزام بس. ده كان التوتوريال لان احنا ازاي هنمتحن وازاي هنستخدم الآلة. يا رب يبقى مفيد وربنا معاكم.